أهلا وسهلا بقناتي، قناة الشيف سحر. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة قوي، وصفة مصرية للحلويات اسمها أم علي. أم علي بالإيه؟ بالمكسرات، مش أم علي لطفي. المصريين بيقولوا لما أم علي ناقصها مكسرات تبقى أم علي لطفي. تعالوا نعملها سوا. طيب، الحاجات اللي هنحتاجها للوصفة دي هي عبارة عن كريمة، كريمة الدبل كريم. هنحتاج بوف بيستري اللي هو اللي بنستعمله للصفيحة وللبوريكس بفلسطين. نحتاج زبدة لدهن الصواني أو سمنة بلدي أطيب، مكسرات مكسرة خشن ومتحمصة، هنحتاج جوز هند، برش جوز هند، هنحتاج زبيب، وحنحتاج حاجة اسمها evaporated milk أو الحليب المكثف، اللبن المكثف بالمصري، بالعربي الحليب المكثف. أوكي يا جماعة، سو كريمة وعندنا حليب مكثف أو حليب مبخر. أوكي، دي علب بتكون جاهزة. نبتدي إن احنا ندهن الصواني بالسمنة ونحط الصواني بالفرن حسب تعليمات الطهي بتاعتها أو الخبيز، أسفة. عادة هي بتكون على حرارة 180 ل210، أوكي، لحديدة ما تحمر. بعد كده إحنا لازم نعمل الحليب، أوكي، أو اللبن بالمصري، أوكي، اللي هو نخلط الكريمة مع الحليب المكثف الكوندنس ميلك أو إيفابوريتد ميلك، نخلطه كويس. إذا ما عرفنا طبعاً أنا هستعمل خفاق زي ما أنتوا شايفين، هخلطه كويس كويس لحد ما يدوب. أنا دقت طعمه ما كانش، لأن أنا جايباه شوية لايت، ما كانش حلو قوي. واللي بيميز أم علي إنه لازم تحس بالسكر فيها، لأن ما فيهاش قطر بعد كده، ما فيهاش شربات. فأنا زدت معلقتين سكر على الوصفة بتاعتي، فأنتي دوقي شوفي، إذا عاوزة سكر تاني زيدي، مش عاوزة ما تزيديش، أوكي، لحد ما تغلي. بعد ما تغلي توطي النار، لازم تعمل كده وش، أوكي، عشان كده تتسبك تتقل، أوكي. هي بس مجرد تنزل بالعلوة بتاعها يبقى خلاص جهزت، هي مش راح تصير يعني جامدة قوي، أوكي. دلوقتي عجينة البوف بيستري أو بتاعة البوريكاس دي بتكون جاهزة زي ما انتوا شايفين لونها ازاي. أنا هحط فوقها بقى المكسرات. المكسرات براحتك، أنا استعملت بندق وعين جمل، وكان عندي كمان حاجة تانية فستق، أوكي. حطيت المكسرات وفوقها جوز الهند البرش، ولازم زبيب. الحاجات دي ضرورية طبعاً. في ناس ما بتحبش الزبيب زي أنا عندي بالبيت، في ناس بتاكل زبيب، عشان كده أنا خدت الزبيب على جنب، حشته شوية، زحته زي ما أنتوا شايفين. بعدين حطيت الطبقة التانية فوقها. شوفوا يا جماعة، وفي ناس بتقطع أم علي، بتقطع البوف بيستر بعد ما تتخبز. أنا جربت ده وجربت ده. إذا أنت عاوزاها متسبكة جامدة اعمليها كده، عاوزاها يبقى الصوص فيها كده ينزل زي ما بيقولوا المصريين يشرشر، لا، لازم تقطعيها. أنا بحبها جامدة وبخلي شوية صوص عندي على جنب، إذا نشفت أحط الصوص عليها، أوكي. زي ما أنتوا شايفين حطيت طبقتين، ممكن تعمليها طبقة إذا بتحبيها أخف، بس أطيب تكون طبقتين. دلوقتي الصوص اللي حضرته قبل، أوكي، زي ما أنا قلت عندي صوص شوية على جنب، لأنه في هنا كتير عجين، والعجين النشويات دي ممكن تمتص السائل بتاعي لأنه إحنا هنخبزها، أوكي. فدلوقتي بعد ما أحط كل السائل هخبزها. شوفوا دلوقتي لما طلعت عملت كده لون أشقر على الوش. جربوها وألف صحة وشكرا ليكم.